يمكن احنا حتى لو جبنا ارقام رجل المباراه عمر كمال عبد الواحد معانا الصوره، هنلاقي ان هو لعب 90 دقيقه، هو اخذ رجل المباراه ليه، احرز جون، حصل على ركله جزاء، لمس الكره 64 مره، دقه تمريراته 82%، عمل مراوغه وليه محاوله اللي هي جت جون، وعمل عرضيتين. ده برده عدد بالنسبه للعرضيات قليل، ليه؟ لان هو ستايله هو يخش لجوه، لانه بيلعب باك ليفت برجله اليمين، فكان دايما يخش لجوه ويشوط، عكس مثلا لو انت بتلعب بباك ليفت، لو تلعب على عدلتك. وانا برضو بتمنى ان كريم الدبيس برضو يخش في الصوره بصراحه. كريم الدبيس مع عمر كمال مع علي معلول يخش، ليه؟ لان احنا محتاجين، لان انت عندك ماتشات كتير. انا الحقيقه اكثر رقم شايفه ال 82% دقه التمرير، اعتقد ان ده رقم مهم جدا. طبعا لا، لعيب بصراحه مكسب كبير جدا، ولعيب عنده حلول، بيلعب شخصيه كمان، شخصيه النادي الاهلي برضو. خد بالك ان في لعيبه نفس الكلام اللي ينطبق على وسام ابو علي، ان في لعيب يدخل يبقى موجود عندك شخصيته، لاعب منتخب، لاعب منتخب دولي، ده بيفرض عليك ان الشخصيه بتاعته بتساعده. لو جبنا ارقام وسام ابو علي برضو، هنلاقي وسام ابو علي ورضا سليم معانا، هنلاقي وسام ابو علي مثلا احرز جون وصنع جون في كام؟ في 61 دقيقه. وهنا الشطاره من كولر ان هو لو تلاحظ ان هو بيدي له 60 دقيقه، بيدي لامام برده 60 دقيقه، بيحاول ان هو يخلص الماتش في الشوط الاول دايما زي ما بيعمل، او اول 60 دقيقه يحاول يخلص الماتش ويريح اللعيبه. وسام في رقم مميز قوي ان هو كسب 3 التحامات هوائيه من 5، ده من الاكثر الارقام. طبعا احرز هدف، صنع هدف، لمس الكره 18 مره، الدور الدفاعي بتاعه شتت الكره 3 مرات، صنع فرصه. هات رضا سليم برده عشان ارقامه معانا، هتلاقي رضا سليم برضو من اللعيبه اللي هي جابت جون، عمل محاولتين على المرمى، منهم محاوله صح، لمس الكوره 41 مره، صنع فرصتين، فاز بالتحامات ثنائيه 5 من 8، والدور الدفاعي بتاعه. فرضا سليم بيتطور، حتى التاكلنج الصحيح 3، العرضيات 2، لعب 84 دقيقه النهارده، هو اداله اكتر عشان بيريح بيرسيتاو، ودي واحد من اهم المكاسب. النهارده راحت معلول وبتريح بيرسيتاو، مع ان انت بتكسب رضا سليم، بتكسب واحد زي وسام ابو علي بتدي له 61 دقيقه ويسجل، تنزل كهربا وياخد الثقه ويسجل، دي برده مكسب مهم جدا. الناحيه الثانيه حسين الشحات بدا يستعيد جزء كبير بعد ما كان القناع والاصابه اللي كان يعني لابسه للقناع كان مؤثر عليه شويه، بدا يستعيد جزء كبير من مستواه. تكسب واحد زي عمر كمال ناحيه الشمال هايل، المساكين النهارده بتريح منعم في اخر الماتش، ففي مكاسب كتير. برده معانا ارقام امام عاشور اللي هو واحد بشوفه بصراحة أحسن لعيب في مصر حاليا، أهم حاجة الاستمرارية، ده بلا منازع، بس أهم حاجة الاستمرارية، هو أحسن لعيب في مصر بس أهم حاجة الاستمرارية. الاستمرارية يعني لازم يفضل موسم واثنين وثلاثة إن شاء الله. إمام واحد من اللعيبة الكبيرة، أرقامه معانا، واحد لعب 61 دقيقة، لمس الكورة 42 مرة، صنع فرصتين، وعمل 5 تمريرات طولية، ده برضه من الأرقام المميزة، رغم إن هو لعب 61 دقيقة بس، زيه زي وسام أبو علي، عمل محاوله على الجون وتاكلنج صحيح. فانت النهارده برضو امام عودته في الفتره الاخيره بتفرق كتير في وسط ملعب النادي الاهلي.